الاسم المنقوص هو كل اسم ينتهي بياء أصلية مكسور ما قبله، مثل كلمة قاضي وكلمة محامي. نلاحظ أن الياء في قاضي من أصل الكلمة، والياء في محامي من أصل الكلمة. لكن مثلا الكلمات اللي قدامنا دلوقتي، كلمة كتابي وكلمة مصري وكلمة علي، الثلاث كلمات دول بينتهوا بياء، لكن ما ينفعش أطلعهم أسماء منقوصة. ليه؟ عشان كتابي الياء اللي فيها دي ضمير، يعني مش من أصل الكلمة. وكلمة مصري أيضا الياء ديت ياء النسب، يعني برضو مش من أصل الكلمة. وكلمة علي حقيقي هي من أصل الكلمة، لكن هي مش ياء واحدة، دي الياء مشددة. يبقى أقدر أقول هي ياء أصلية غير مشددة مكسور ما قبلها. التسرع في إغفال أي نقطة من شروط التعريف بيخليك تغلط. فياما أنا بشوف التصحيح يا جماعة، إن ناس كتيرة قوي بتطلع كلمات زي كتابي وزي قلمي وزي مصري وزي علي، وبيفتكروها في وسط زحمة المعلومات إنها أسماء منقوص. يبقى أول نقطة نحسمها إن لازم أتأكد إن الياء أصلية، زي ياء قاضي وياء محامي، زي مهتدي، زي مستعلي، زي سامي، زي عالي، زي لاهي. هذه فعلا الكلمات كلمات منقوصة، لأن مهتدي الياء أصلية ومكسور ما قبلها. ليه بقى حكاية مكسور ما قبلها؟ علشان كلمة مثلا أغنى وكلمة أعلى. بعض الطلاب المتسرعين بيبصوا لكلمة أعلى أنها بتنتهي بياء. الحقيقة أعلى ما بتنتهيش بياء، أعلى بتنتهي بألف لينة. انتبهوا، حتى لو تلاحظ ما بنحطش نقطتين تحت الياء بتاعت أعلى، اللي هي الألف اللينة. حتى في الكيبورد والكلام ده بيراعوا الكلام ده، تلاقي انت عندك في الكيبورد اتنين ياء، او اللي هما شكلهم ياء، يعني ياء اللي تحتها نقطتين، اللي هي الياء البطة دي فاكرها بتاعت زمان دي، والياء اللي ما تحتهاش نقطتين. الياء اللي تحتها نقطتين تكتبها لما تكتب كلمة قاضي وكلمة محامي، لكن الياء اللي ما تحتهاش نقطتين تكتبها لما هتتنطق ألف. فشوف الناس كانت واخده بالها ازاي، يعني الناس اللي بيخترعوا الكمبيوتر او اللي بيعربوا، يعني اللي بيعربوا الكيبورد والكلام ده، واخدين بالهم لوحه المفاتيح لما بيجوا يعربوها، هم انتبهوا النقطه زي ديت، ان في نوعين من الياء اللي بتنتهي بها الكلمه، ففرقوا بها بالنقطتين. خلاصه القول، وانت بتطلع الاسم المنقوص تخلي بالك قوي انك اولا الياء بتاعته تبقى اصليه، ثانيا تبقى فعلا منطوقة ياء مكسور ما قبلها، دي علامتها. يعني مهتدي هتلاقي الدال مكسورة، تمام؟ طيب فاضل نقطة واحدة بس أثناء الاستخراج يا شباب، عشان ما نتسرعش وإن شاء الله ما نخسرش الدرجة أبدا بإذن الله. إيه هي؟ نقطة إن اسم الفاعل والمفعول ساعات هما الاتنين بيبقى اسم الفاعل منقوص لكن اسم المفعول مكسور. يعني إيه قصدك الكلام ده؟ يعني لما أقول لك فرعون مستعلي على بني إسرائيل، فرعون مستعلي على بني إسرائيل، كده مستعلي اسم منقوص. لكن لما أقول بنو إسرائيل مستعلى عليهم، خلي بالك مستعلى عليهم، يبقى تحولت من منقوص لمكسور. لأن زي ما احنا عارفين معلومة من المشتقات كده، إن اسم المفعول من مضمومة مفتوح ما قبل الآخر. إذا ها يعني اللي هقوله دلوقتي ده برضه، ده خلي بالك وأنت بتطلع برضه المنقوص، إنك تقرأ الجملة صح وتشوف كلمة مستعلي دي هتتنطق مستعلي ولا هتتنطق مستعلى. ودي نقط خفية كده بتظهر أثناء التصحيح وأثناء خلط الطلاب في استخراج الاسم المنقوص. يبقى رغم بساطة الاسم المنقوص، إلا إن احنا ناخد بالنا إن الياء تكون أصلية ويكون مكسور ما قبلها وما تكونش مشددة، ونخلي بالنا وإحنا بنقرأ الكلمة هل هي اسم فاعل فتبقى منقوص ولا اسم مفعول فهتبقى مكسور إذا كان مفتوح ما قبل الإيه شباب، ما قبل الآخر. في كمان نقطة لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنطلع الاسم المنقوص. النقطة دي إن الاسم المنقوص ممكن يجي مستخبي في جمع المذكر السالم. انتبهوا لو سمحتم لحسن، النقطة دي مهمة قوي. يعني إيه في جمع المذكر السالم؟ يعني كلمة زي اللي قدامك زي قاضون، قاضي آسف، لو جات لك قاضون ومحامي، لو جات لك محامون، مش هتشوف ياء،
ما هو تعريف الاسم المنقوص هو الايه؟ الاسم الذي ينتهي بياء مكسور ما قبلها، والياء دي اصليه زي ما شرحنا. لكن من الممكن جدا تيجي في صوره جمع مذكر سالم، فانتبه. طب انا اعرف ازاي؟ طبعا الكلمات دي بتروح جايب مفرده، يعني انا لما اقول لك طلع اسم منقوص من الفقره اللي قدامك او من القطعه اللي قدامك واحترت فيه، يبقى ما فيش قدامي ياء ظاهره جدا زي محامي وقاضي، يبقى شك انه جمع، او شك بقى ان في ضمير، يعني ممكن برضه يتصل بضمير، ما اقول ايه وقام قاضيهم تمام وعلق محاميهم، يبقى هنا انا خبت لك الياء المنقوص اما في جمع المذكر السالم بحذفها في كلمه قاضون وكلمه محامون، واما اتصلت بضمير. فياريت ناخد بالنا من الحاجات دي برضه شباب. كمان في معلومه مهمه، ان الاسم المنقوص بيعرب حسب موقع في الجملة. يعني يا ريت ان احنا نفرق ما بين نوع الكلمة واعراب الكلمة. كلمة مستعلي ديت اسم منقوص نوعها كده نوعها، لكن اعرابها تعرب خبر، تعرب فاعل، تعرب مفعول به حسب موقع في الجملة، وبضمة وكسرة مقدرة. يعني ما بعرفش اظهر الضمة لصعوبتها، يعني ما اقول جاء القاضي مش هينفع اقول جاء القاضي، لا هقول ايه؟ ها جاء القاضي، ولما اعربها اقول ايه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره. طبعا لازم نلتزم بكتابتها يا شباب، يعني لازم كلمه المقدره تتكتب، اما تستدفش الامور دي. طيب والكسره برضو، الكسره هتبقى مقدره. يعني لما اقول مررت بالقاضي تمام، او جئت من عند القاضي، مررت بالقاضي وعند القاضي في الحالتين مجروره، دي مجروره باسم مجرور ودي مضاف اليه مجرور بالكسره، بس هقول ايه برضه؟ بالكسره المقدره تمام. انما المفاجاه بقى ان الفتحه هتبقى ظاهره، عشان الفتحه حركه خفيفه كده فهتظهر على الياء. يعني ما اقول رايته، ها رايت القاضيه، القاضيه، واحط الفتحه عادي جدا. او كان محمد ها لاهيا، كان لاهيا، خلي بالك لاهيا هنا خدت الفتحتين اللي هي التنوين بتاعت خبر كان. عشان كده بقى اسمع بقى الحته اللي جايه دي، عشان دايما طلاب يقول لك هو المنقوص اخره ايه؟ هو المقصور اخره ايه؟ اصل انا بخلط ما بينهم. لا، عشان ما نخلطش ما بينهم نعرف ليه هو اتسمى اسم منقوص. الاسم المنقوص اتسمى منقوص ها؟ لان علامات الاعراب تظهر عليه ناقصه. يعني الفتحة بس اللي بتظهر، بينما ينقص ظهور الضمة والكسرة. إنما المقصور، عشان ما نخلطش بقى يا جماعة انتبهوا للحتة دي، المقصور محبوس. زي ما أنا قلت كده لما كنا بنشرح الاسم المقصور، قلت لك كلمة مقصور من محبوس. يعني إيه محبوس يا شباب؟ يعني كل العلامات ممنوع ظهورها عليه. فالمقصور كل علاماته مقصورة أي محبوسة، أما المنقوص فهو الاسم الذي يظهر عليه علامة واحدة من علامات الايه شباب؟ الإعراب. متى تحذف ياء المنقوص؟ أحيانا نرى كلمة زي كلمة محامي نكتبها محام، نحذف الياء الأخيرة ونعوض عنها بالكسرتين تحت الميم. وكذلك كلمة قاضي أحيانا نحذف الياء بعد الضاد ونكتبها قاض بكسرتين تحت الضاد. والكسرتين دول بنسميهم تنوين العوض. يعني ايه تنوين العوض؟ يعني تنوين العوض عن الياء المحذوفة، بيسموه العوض اي تعويض عن الياء المحذوفة. يعني التنوين ده مش علامة جر، لذلك حتى تلاحظ قدامي انت محام، محام دي خبر. هو في خبر مجرور؟ لا طبعا مفيش خبر مجرور، حتى شبه الجملة بنقول جر ومجرور وفي محل رفع في النهاية او في محل نصب. اذا التنوين في كلمة محام ليس علامة إعراب، وإنما التنوين في كلمة محام وما يشبهها قاض واع مهتد، هذه هاتان الكسرتان تسميان في اللغة العربية ها كسرتي التعويض. طيب الياء بقى بتاعت المنقوص متى تحذف؟ متى تحذف ياء المنقوص؟ هل يا ترى هي أمر اختياري للكاتب أو للمتكلم أن يحذفها؟ أم هناك قواعد تضبط المسألة؟ لا، هناك قواعد تضبط المسألة. إذا خلا المنقوص من ثلاثة أشياء حذفت الياء. ها نحفظ مع بعض كأنها كده أغنية. إذا خلا المنقوص من ثلاثة أشياء حذفت منه الياء. إيه الثلاث أشياء دول؟ إذا خلا من أل والإضافة والنصب، يعني الاسم المنقوص لجه معرف بأل ولا بعديه مضاف إليه، خلي بالكم مش الاضافه مش معنى ان هو ما يعرفش مضاف اليه، لا انه ما بعدهوش مضاف اليه، وانه كمان مش منصوب.
لو خلا من الثلاث اشياء دول تحذف الياء. يعني الجمله اللي قدامنا دلوقتي، انت محام، كلمه محام نلاحظ ان هي خلت من ال، ما فيهاش الف ولام ولا وراها مضاف اليه، محام بس، وكمان وقعت خبر مرفوع بالضمه، اذا فعلا تحقق فيها انها خلت من الثلاثه اشياء، اذا تحذف الياء. يعني لما يجي لك في الامتحان يقول لك استخرج منقوصا وبين سبب حذف يائه، كل اللي هتعمله هتطلع كلمة زي كلمة واع أو محام وتسمع، يعني معلش طالما أنت لقيتها قدامك جاهزة كده قدامك محذوفة الياء هتقول كده على طول، حذفت ياء المنقوص وعوض عنها بالتنوين لأنها خلت من ال والإضافة والنصب. يعني هتسمع القاعدة مش هتعمل أكتر من كده، يعني هي إجابة واحدة. إنما بقى لو قلنا أنت المحامي، ليه ردت ياء المنقوص؟ عشان عرف بقال فقط شرط. طب رأيت محامي الخصم، ليه ياء المنقوص رجعت؟ ما ينفعش أقول رأيت محام الخصم، ما ينفعش، لا لازم أحط الياء هنا. طب ليه أحط الياء هنا؟ عشان كلمة محامي وراها مضاف إليه. طب رأيت محاميا، ما هو ما وراهاش مضاف إليه أهي، آه بس منصوبة، فرجعت الياء وحطيت عليها شرطتين، والشرطتين اللي فوق الياء دول شرطتين النصب عادي، تنوين النصب، يبقى رأيت محاميا. لم تحذف الياء لعدم توفر الشروط أو لأنها لم تخلو من الثلاثة أشياء. فاكر احنا قلنا ايه؟ تحذف الياء من المنقوص إذا خلا من ثلاثة أشياء. ها طيب انتبه، ممكن فكرة سؤال بالنسبة للقاعدة دي، ما أقول محمد راض، ها أجي مثلا أنا كممتحن أقول لك ايه، أدخل على الجملة السابقة ظل وغير ما يلزم. احنا عارفين ان ظل من اخوات كان، يعني ترفع المبتدا وتنصب الخبر. طب محمد راض، الجمله اللي انا مديها لك محمد مبتدا وراض خبر مرفوع بالضمه المقدره، طيب امال كلمه راض بقى لو دخلت ظل هتتحول الى ايه؟ هتتحول الى خبر ظل منصوب بالفتحه، منصوب، انتبه في حاله النصب لازم ترجع الياء، صح؟ يبقى اقول ظل محمد راضيا، لابد ان ارد الياء يا شباب. فممكن يقول لي مثلا، ممكن يقول لي صوب الخطا، صوب الخطا فيما ياتي، صار محمد راض عن نفسه. ها ايه الخطا هنا؟ ما ينفعش راض عن نفسه، لان كلمه راض خبر صار، وخبر صار منصوب، والاسم المنقوص اذا نصب لابد ان ترد اليه الياء. يبقى في الحاله ده اقول ايه؟ ها صار محمد راضيا عن نفسه، ترجع الياء وتحط فوقها الشرطتين والالف كعلامه على الايه شباب، على النصب. الاسم المنقوص تحذف ياءه ايضا اذا كان مجموع جمعا مذكر سالما. يعني انا لو جبت الاسم المنقوص وجمعته جمع مذكر سالم احذف ياءه. لو كلمه زي كلمه مثلا طاهي، طاهي اللي هو الطباخ يعني، طب عايز اجمعها جمع مذكر سالم، كان المفروض لو همشي عادي ازود الواو والنون اقول طاهيون، طاهيون، طبعا انا بديك مثال بس، طبعا الكلمه مش تفضل كده، فلقوا ان في ثقل في النطق نتيجه التقاء الياء والواو، فقاموا شالوا الياء بتاع المنقوص، فهتبقى طاهي طاهون. هل يا استاذ دي بس مع طاهي؟ لا طبعا، اكيد مع اي اسم منقوص نجمعه جمع مذكر سالم نحذف ياءه. يبقى كلمه مهتدي لما احب اجمعها جمع مذكر سالم مهتدون، كلمه مثلا راجي، ها راجون، كلمة مستعلي، ها مستعلون. يبقى إذن تحذف ياء المنقوص إذا جمع جمعا مذكرا سالما. وعلى ذلك ننتبه إن حذف ياء المنقوص يحوله إلى وزن لازم ناخد بالنا منه، إن الوزن بيبقى اللام محذوفة فيه، يعني قاض، قاض على وزن فاعل، ساه على وزن فاعل، واع على وزن فاعل، مه تدون، ها اللي هي بتاعت مهتدي، فاكر مهتدون هتبقى ايه؟ هتبقى على وزن مفتعون. ايوه كمان تمام كده، يبقى نخلي بالنا شباب ان مهتدون على وزن مفتعون، وساه على وزن فاع، ولاه على وزن فاع، وهكذا. ده عن حذف ياء المنقوص، وهي ظاهرة مهمة ارجو الانتباه اليها، واعلموا انها تأتي في الامتحانات كثيرا.